عقد مجلس مدينة طنجة دورة أبريل، حيث تم تقديم عرض حول مشاريع مبرمجة في إطار طنجة الكبرى التي تشرف الجماعة الحضرية على إنجازها، ويتعلق الأمر بخمس مشاريع والتي تعد مرافق مهمة بالنسبة لمدينة طنجة: المحطة الطرقية، سوق الجملة، المجزرة الجماعية، سوق الماشية، والمحجز الجماعي. اليوم تم تقديم واحد العرض حول المشاريع المبرمجة في إطار مشروع طنجة الكبرى اللي الجامعة كتشرف على الإنجاز ديالها. فهذه المشاريع كاملة إن شاء الله غادي تنتهي قبل ما تم 2017، وغادي تكون واحد تعطي لطنجة واحد متنفس كبير بالنسبة لهذه المرافق المهمة. دورة اليوم هي دورة عادية كانت محصورة في الجانب ديال التعمير، خصوصا فيما يخص الطرق، تجهيز الطرق وإنشاء الطرق، وخاص ببعض المواضيع المتعلقة بالنزعة الملكية ولا بالتفادي بعض الاعوجاجات في الوديان. طبعا مرت وكان إجماع عليها لأنها معقولة. بعض الإضاحات كانت خاصة بما يتعلق بالنزعة الملكية، يعني الإجراءات سواء التقنية، خصوصا التقنية منها كتصفيف. الجماعة قامت بدراسة الوضعية الحالية والراهنة لمختلف المقابر المتواجدة بمجموع تراب الجماعة، من خلالها استنبطنا عددا من المشاكل المطروحة سواء على المستوى العقاري أو مستوى الخدمات، وكذلك آليات التنظيم والدفن بهذه المقابر، وبالتالي وضع واحد الغلاف المالي اللي من خلاله يمكن التدخل من أجل تأهيل هذه المقابر. الحدث الأبرز خلال هذه الدورة هو غياب الفائض، وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل الجماعة الحضرية لطنجة بلغت 571 مليون و29 ألف درهم خلال سنة 2014.